انا امبارح فكرت منيح كل الليل وقررت انه يقبل تيجي تعيشي عندي واقف حدك وساعدك. يعني بطلتي خايفة من التفاحة؟ لا بعدني خايفة، بس قلت براقبك وما بخليك تغلطي. هي وقديه بدك مني مقابل كل هالخدمات؟ فكرت انه الوضع صعب وانه انت رح تعذبيني، وفوق هيدا وكله بدي اقعد لك مرضى. هلا بلا مقدمات بلا طعمة، قد ايه بدك مني بالشهر؟ $1,000 فطار، 200. لا حبيبتي ما بتوفي معي 200. 2000. 2000؟ 2000 شو؟ 2000 ليرة ولا شو؟ $2,000 بالشهر تفاحة. شو قديم بعدنا عم نعمل هون؟ قومي لأهلك، قومي قومي، خلينا نضبط ونمشي. قومي على السريع، قومي قومي نضبط ونمشي. قومي لقلك لشو بدها، بدها دقيقة منضبط بها نجيب الغراض. يا محلى بيتي قدام هون، قومي لقلك قومي نضبط، خلينا نمشي. لك لك رح اخذهم كلهم هودي معي، ما رح خليهم يجيهم. مدام ما بقدر اتركي جارديه معه، بليز ما تطولي. حبيبي الحمد لله على سلامتك. شنو يا تاتا؟ العمليه نجحت. شنو يا تاتا؟ شوي بينزلوك على الاوضه. شنو يا تاتا؟ حبيبي ما عم بفهم عليك. مش انا هو قتلت مين؟ شنا؟ شنا؟ شو؟ شكلها نسيتك ونزلت؟ لا ما نزلت، هلا بتجي. لوين رايح انت؟ رايح لعند صباح، بدي اتفق معها على الاغراض اللي بدي اشتريها من عندها. عم فكر اشتري كل شيء موجود عندها وترجع هي تشتغل من اول وجديد، كل شيء على رواق. شو رايك؟ اشتري اللي بدك اياه، ما تاكل هم. انا اليوم راح اسحب مصاري من البنك. بيكون كثير منيح. على فكره انا تركت ديما عم تبكي، شكلها علقانه هي وابو مناخير للسما وكبرانه القصص بيناتهم. اي احلى خبريه بسمعها على فكره. معلش خليها تبكي هلا احسن ما تبكي بعدين. قولتك. سلام. الله معك.